مريض السكري مخصوش يصوم لان كاينه خطوره كبيره عليه الى صام، فممكن يتعرض لارتفاع نسبة السكر في الدم خصوصا بالليل من بعد الإفطار، ممكن يجيه انخفاض حاد للسكر في الدم بالنهار، ممكن يتعرض أيضا للمشاكل ديال الاجتفاف اللي كيأديو به لأنه تنشفوا الكلاوي ديالو، ممكن يجيه تخثر في الدم اللي يقدر يعطيه إما جلطة إما على مستوى الدماغ أو على مستوى القلب. هاد الخطورة كتكون كبيرة أكثر عند الناس اللي هما السكر ديالهم غير متوازن، الناس اللي عندهم أمراض مصاحبة لمرض السكري بحال أمراض الضغط الدموي بحال أمراض القلب والشرايين، أو اللي عندهم بداية ديال الفشل الكلوي. والخطورة كتكبر أيضا عند الشخص المسن اللي عنده مرض السكري، عند المرأة الحامل، وعند الأشخاص اللي تتعالجوا بالأنسولين.